السلام عليكم حنيناتي، والصلاة والسلام على رسول الله. كرحب بكم من جديد على قناتنا إبداعات نهى للنواعم، وكنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال يا رب. طلبتوا مني وصفة رائعة جدا وتكون فعالة للناس اللي عندهم المشكلة ديال الكلف، وكذلك البنات اللي عندهم التصبغات وبغاو الوجه ديالهم أنه أبيض، وكذلك انهم يحيدوا منهم التجاعيد اللي كتكون مبكره او بعض التجاعيد اللي كتكون ناتجه عن التعرض لاشعه الشمس لفتره طويله، خصوصا اننا في فصل الصيف، فاغلبيه الناس يعني الى ما خرجوا للبحر، فيعني ما شاء الله عندنا البلدان العربيه ما شاء الله يعني الشمس ساطعه. فغتشوفوا معايا واحد الوصفة زوينة زوينة بزاف، بمكونات بسيطة بسيطة، والثمن ديالها رخيص. والأهم من هذا كله أن رغم أن الثمن ديالها رخيص، ولكن مفعولها مثل السحر وتضاهي المنتجات العالمية. فغادي نحتاجو الجوج ديال المكونات فقط. أول مكون معنا غادي نحتاجو إلى الشوفان أو ما يسمى بالخرطال، هو هذا الشوفان. هنا كناخدو يعني من موجود بكل المحلات التجارية، موجود كذلك عند العطارين، راه غادي تلقاوه متوفر. هنا كناخدو صراحة من السوبر ماركت، وكنطحنو ومن بعد كنصفيه بشي صفاية، وكيبقى عندي بحال هكا. كنستعملو للوصفات ديال التبييض، كنستعملو الوصفات ديال التجاعيد. صراحة زوين زوين بزاف، ولا عندك الوجه ديالك دبلان وشفتي راسك بلي كتباني يعني شاحبة، ما عليك إلا تمزجي مثلا الشوفان مع اليوغورت الطبيعي فهذا يكفي. وكذلك الشوفان كيحتوي عفوا على واحد المادة كتعطي ترطيب عالي للبشرة، وكذلك كتحمي الوجه من الشيخوخة المبكرة. فكنطحنو وكنحتفظ به، ما فيها باس انكم تطحنوه وتحتفظوا به لمده طويله. وغادي نحتاجو كذلك الى زيت الزيتون. زيت الزيتون فماشي ضروري انه يكون مثلا زيت زيتون بكر، ولكن الا كان زيت زيتون بكر والمعصور على البارد بدون ملح غادي يكون افضل. ولا عندكم زيت الزيتون العادي فاستعملوا الطريقه اللي انا كنستعملها، الا ما كانش الزيت الاخر متوفر عندي كناخذ هذا الزيت هذا وكنوضعه في حمام مائي وكنسخنه بها هكا. توضعيه في اي اناء، مثلا وضعته في هذا الكويس هذا، فغادي نوضعه في واحد الكاسرونه وبقى مع التحريك على نار هادئه جدا. بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني فين غادي يلقاو زيت زيتون البكر، موجود مثلا غتمشي للمرجان غادي تلقاي في اسواق السلام، بكل الاسواق الكبرى راه غادي تلقاوه. وان شاء الله بقاو معايا باش تشوفوا معايا طريقه الاستعمال والمده، وكذلك بعض النصائح المهمه جدا. واحد الزيت كذلك اللي كنصحكم به انكم يعني تبقاو ترطبوا به البشره ديالكم. فخليكم معايا. اول حاجه غادي نجيب واحد الاناء وغادي نوضع فيه كميه من الشوفان اللي غادي تكفيك للوجه ديالك، ثم غنبدا نضيف زيت الزيتون شيئا فشيئا. وزيت الزيتون راه الفوائد ديالها غنيه عن التعريف، فهي رائعه جدا كتعطي ترطيب عالي للوجه، وكذلك كتمنع التجاعيد. ولكن ما كننصحكمش انكم توضعوا هذه الوصفه مثلا توضعوها تستعملوها في النهار، يفضل انكم تستعملوها بالليل. ولا غتستعملوها مثلا في النهار فضروري انكم تغسلوا الوجه ديالكم بعد الاستعمال بالصابون. وغنشارك معكم كذلك واحد النوع ديال الصابون. دائما كنوصيكم بصابونات القمر، ولكن اليوم غنعطيكم واحد الصابون اخر رائع جدا وفي متناول الجميع. ولكن صراحه صابونات القمر كتحيد الكلف والنمش، بزاف ديال البنات جربوها وعجبتهم. فغادي تلقاوها اكيد على القناه، فهي حصريه لقناتنا. شوفوا معايا هذا هو القوام المطلوب على وجه يكون نظيف. غادي ناخدو هاد الوصفة وغادي نوزعوها على الوجه من الأسفل إلى الأعلى، من الأسفل إلى الأعلى بهاد الطريقة. ولكن ما توضعوهاش يا البنات في المكان اللي فيه الهالات، باش لأن زيت الزيتون ما خصناش نوضعوها في المكان اللي فيه الهالات باش ما يكونوش عندنا أكياس دهنية. غادي تستعملوها بهذه الطريقة غير جوج مكونات فقط، وغادي تخليوها على البشرة ديالكم لمدة من 20 دقيقة إلى نصف ساعة، ثم
غادي تغسلوا الوجه ديالكم. انا غادي نمشي نغسل يدي وتشوفوا معايا واحد الاداه زوينه وكذلك الطريقه باش غادي تغسلوا الوجه، وغنوريكم جوج ديال الزيوت رائعه جدا. هي ديال البنات بعد ما غسلتها ففعلا حسيت بواحد الترطيب عالي جدا، وكذلك غادي تلاحظوا ان اليد اللي استعملت عليها الوصفه بيضاء على هذه اليد الاخرى، لان فعلا الشوفان عنده خصائص رائعه جدا في التبييض. الا استعملتوا هذه الوصفه بالليل ما بغيتوا بامكانكم ما تغسلوش ابدا الوجه ديالكم يعني بالصابون، غسلوه غير بالماء باش يبقى رطب بزيت الزيتون، وطال الصباح عاد عملوا هذه الخطوه اللي غادي نوريها لكم الان. فالغسل غادي يكون يا اما بصابونه القمر او غسول القمر كلهم على القناه، لنفرض ما متوفرينش عندكم كنصحكم بهذا النوع من الصابون، راه متوفر عندنا في المغرب، وبالنسبه لمتتبعاتي من الجزائر كذلك راه عندكم صابون الطرف، و متتبعاتي من سوريا والعراق رائع عندكم كذلك صابونة زيت الزيتون او ما يسمى بصابون الغار، وكنصحكم بهاد الاداة فهي زوينة زوينة بزاف، راه كتباع الناس اللي كيبيعوا مواد التجميل او بالاسواق، وكتباع كذلك ببعض المواقع الاسيوية، فهي رائعة في تنظيف البشرة. وشوفوا معايا هاد سميتو ديالها رطبين رطبين بزاف، وكينقيو فعلا فعلا كينقيو البشرة من كل الشوائب، فهي رائعة رائعة جدا. من بعد ما غادي تغسلوا الوجه ديالكم فكنصحكم دائما بالترطيب يا اما بزيت جوز الهند، وطبعا زيت جوز الهند هضرت عليه بزاف بزاف، قلت لكم راه مزيان للبشرة كيرطبها وكيمنع العلامات ديال الشيخوخة المبكرة، وكذلك يعطي واحد الترطيب عالي، ولكن ما تستعملوش ابدا ابدا يعني في تحت اشعة الشمس، يفضل دائما الترطيب يكون في الظل او الناس اللي عندهم البشرة ديالهم جافة جافة بزاف بزاف، فكنصحكم انكم على الاقل تستعملوا الجليسرين مرتين في الاسبوع، هو هذا زيت الجليسرين راه عنده بزاف ديال الخصائص، يستعمل في العنايه التجميليه، كلشي ما شاء الله راه كاتبينه هنايا، كيستعملوه للشعر للبشره الجافه للعنق لليدين، ولكن كل هذا الشيء هذا في الظل طبعا. بالنسبه لزيت الجليسرين غادي تستعمليه مره او مرتين الى عندك البشره ديالك ناشفه ناشفه بزاف، يعني كيكونوا فيها دوك القشور اللي كيكونوا بيضاء، اما الى عندك البشره ديالك عاديه فكنصحك بزيت الكوك، فهي زيت رائعه رائعه جدا، او ما يسمى بزيت جوز الهند. ودائما قبل التعرض لاشعه الشمس باش نتفاداو التصبغات ونتفاداو الكلف نتفاداو اي حاجه، دائما ضروري انكم توضعوا الواقي الشمسي. كنتمنى يا رب يكون هذا الفيديو نال اعجابكم، الى عندكم الغزالات ديالي اي تساؤل او اي اقتراح كالعاده ما تردكم الا اناميلكم، تكتبوا لي تحت ان شاء الله بالتعليقات، وتبارطاجيو الفيديو باش الكل يستفيد معنا وتعم الفائده. ما تنسونيش باش تدعوا ديال الخير وترحموا لي على الوالده، استودعكم الله الذي لا تضيع ود، جربوها وعجبتهم فغادي تلقاوها اكيد على القناه، فهي حصريه لقناتنا. شوفوا معايا هذا هو القوام المطلوب على وجه يكون نظيف، غادي ناخذوا هذه الوصفه وغادي نوزعوها على الوجه من الاسفل الى الاعلى من الاسفل الى الاعلى بهذه الطريقه، ولكن ما توضعوهاش يا البنات في المكان اللي فيه الهالات، باش لان زيت الزيتون ما خصناش نوضعوها في المكان اللي فيه الهالات باش ما يكونوش عندنا اكياس دهنيه، غادي تستعملوها بهذه الطريقه غير جوج مكونات فقط، وغادي تخليوها على البشره ديالكم لمده من 20 دقيقه الى نصف ساعه، ثم غادي تغسلوا الوجه ديالكم. انا غادي نمشي نغسل يدي وتشوفوا معايا واحد الاداه زوينه، وكذلك الطريقه باش غادي تغسلوا الوجه، وغنوريكم جوج ديال الزيوت رائعه جدا. هي ديال البنات بعد ما غسلتها ففعلا حسيت بواحد الترطيب عالي جدا، وكذلك غادي تلاحظوا ان اليد اللي استعملت عليها الوصفه بيضاء على هذه اليد الاخرى، لان فعلا الشوفان عنده خصائص رائعه جدا في التبييض. الا استعملتوا هذه الوصفه بالليل ما بغيتوا بامكانكم ما تغسلوش ابدا الوجه ديالكم يعني بالصابون، غسلوه غير بالماء باش يبقى رطب بزيت الزيتون، وطال الصباح عاد عملوا هذه الخطوه اللي غادي نوريها لكم الان. فالغسل غادي يكون يا اما بصابونه القمر او غسول القمر كلهم على القناه، لنفرض ما متوفرينش عندكم كنصحكم
بهذا النوع من الصابون، راه متوفر عندنا في المغرب. وبالنسبة لمتتبعاتي من الجزائر كذلك، راه عندكم صابون الطرف، و متتبعاتي من سوريا والعراق راه عندكم كذلك صابونة زيت الزيتون او ما يسمى بصابون الغار. وكنصحكم بهذه الأداة، فهي زوينة زوينة بزاف، راه كتباع الناس اللي كيبيعوا مواد التجميل او بالاسواق، وكتباع كذلك ببعض المواقع الاسيوية.